شعر الدين إبراهيم لمن قدم الدراسة ومن دعم هذه الدراسة وما الهدف من هذه الدراسة؟ راحت الدراسة اللي عملها شعر الدين إبراهيم إلى مين؟ إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ليه؟ لأن شعر الدين إبراهيم هو الابن المدلل لجهاز الاستخبارات الأمريكية. شعر الدين إبراهيم هو صنيعة المخابرات الأمريكية. شعر الدين إبراهيم قدم الدراسة اللي هي من 953 صفحة، 100 صفحة عن الأكراد بيتكلم فيها، وفيها جزء عن النوبة بالمناسبة، فيها جزء عن النوبة. طبعا هو عمل الدراسة مش لله، عمل الدراسة مدفوعة الأجر، مدفوعة الثمن. مع كامل احترامي ليه كعالم اجتماع في علم الاجتماع السياسي، اللي ملوش علاقة إلا بمحاولة الإساءة إلى الدول الوطنية ومحاولة الإساءة إلى الجيوش الوطنية. ده ارجعوا له، أنا لا أنطق عن من هوايا. يعني الدراسة موجودة بعنوان ابحثوا فيها، الملل والنحل والأعراق هموم الأقليات في الوطن العربي. بيتكلم على مناطق توتر موجودة ومناطق توتر مستقبلية، وبيحاول يطلع بيغشش متخذ القرار الأمريكي، بيقول له خد بالك هنا في نقطة ضعف، هنا في مشكلة، هنا كذا. خدوها الأمريكان وعملوا بيها إيه؟ اطلع لي يا ابني بالخريطة، خريطة بتقول إن الأمريكان ماسكين ورقة وقلم، مش برنامجنا يعني، ورقة وقلم، بس الورقة والقلم دول فيهم قلم رصاص وقلم حبر وأستيكة، بيعملوا إيه؟ ده هاتوها لي يا ابني. ادي دي خريطة مش الشباب عندي في البرنامج عاملينها، لا دي منشورة في صحيفة النيويورك تايمز. في صحيفة امتى منشورة؟ سنة 2015. الرسمة دي بتقول ايه؟ عندي استيكة تحت، قلم رصاص فيه استيكة اهو، عشان يمسح الخطوط والحدود اللي هو عايزها، ويمسح دول ويمسح اقاليم كاملة بالقلم بالاستيكة اللي معاه، وبعدين يبدأ يرسم ويخطط بالقلم الرصاص، يقول هنا دولة، هنا نص دولة، يشيل حتة من السودان تبقى دولة جنوب السودان، ويشيل حتة من العراق تبقى دولة كردستان، ويشيل حتة من سوريا تبقى دولة علويين. ده المخطط بتاعه. يا ريت تجيبها لي تاني، معلش جيبها لي تاني. وبعدين القلم الحبر اللي موجود فوق دوت، القلم الحبر يبدأ بقى يحط التشكيلة النهائية. اللي حصل في العراق ايه؟ أول حاجة مسح الدولة العراقية بالأستيكة. العراق نموذجا مسح الدولة الوطنية في العراق، وبدأ يخطط برصاص تخطيطات تقسيم الدولة العراقية إلى ثلاثة أقاليم، كردي في الشمال وسني في الوسط وشيعي في الجنوب، وده كان معمول بالقلم الرصاص. النهاردة تاريخ 25 سبتمبر يتم استخدام القلم الحبر اللي قدامكم اللي في الخريطة، موجود من 2015. هل نحن نعي ما يحدث؟ هل نحن الآن في حالة وعي لما يجري؟